الأهلي يواصل انتصاراته ويهزم منتخب السويس 1-0 بهدف لحسين الشحات في الوقت القاتل ويتأهل لدور ال 16 لملاقات الداخلية. كابتن شريف ألف مبروك. مبروك. فوز صعب ولكن هي دي ماتشات الكاس كده. هي دي ماتشات الكؤوس ولكن أنا وأنت نكسب. صح؟ أنا وأنت نكسب. قلنا الفرقة اللي لازم تنزل من الأول وده فرقة المنتخب السويس هتلعب 9، أنت عايز بلاي ميكر ويطلع أطراف وحركة وقلنا لعيبة الأهلي لو اتحركت اتحركت في كورتين ثلاثة جون، واحدة ضربة جزاء وما جاتش والثانية جون. ف لازم يعني اللعيبة تاخد بالها من الحاجات دي، لازم تسهل الدنيا على نفسها بتحركات خصوصا لما يبقى في فرقه بتلعبك دفاع متكتل زي دي. كويس، اديك عندك لعيبه هو بيلعب يمين بيلعب شمال بيلعب حسين شحات كويس. عنده الحلول، عنده حلول وعنده جنبه لعيبه تانية ممكن تستفيد من كل القصص دي. ما تسلمش نفسها للديفندر مثلا، هي الكاس بتبحث عن انهاء المهمه من اول شوط مش من تاني شوط او بتخلي الماتش. اديك شفت فرقه السويس راحت على الجول مرتين، ها كرة انفراد لولا الراجل اللي استلمها متأخر شوية كانت ممكن تبقى، وكرة اتشاطت عدت بالعرض كده من قدام محمد الشناوي، انا لو في الجون الكرة دي ما حدش يدور لها رايحة فين يعني. فدروس مستفادة كلها من مباراة اليوم. لعيبة كانت بره خالص، كولر دخلهم النهاردة الملعب وحسوا بالجيم وحسوا بالرجوع للماتشات الرسمية تاني. كنت محتاج كل ده دي عشان خلاص بقى موضوع الدوري وديك هتروح متهيألي للداخليه في كاس مصر. حكايه في ايدك متناوله، ايوه حكايه في التناول يعني متناول ايديك انك انت بابسط الامور وكل يوم ربنا بيفسح عليك وبتكتشف حاجات في الفرقه وبتكتشف في الملعب. ما عنديش مشكله، انا نفسي مع قراره نفسي انا معايا سكواد جامد قوي جوه الملعب وبره الملعب، فالفرصه اللي بتجيلي وانا بلعب لازم ادي الكرة العادية بتاعتي أنا من غير عصبية ومن غير ما أحمل نفسي دوافع ملاش أي لازمة جوه المباراة. عايزين نستغل دايما المكاسب اللي احنا بنعملها للحالة النفسية بتاعتنا، المورال بتاعنا فوق خالص يعني. عايزين نكمل بقى زي ما حسين الشحات كده بيجيب الكرة وقف وبص وحط الكرة، نوعية الهدوء ده هو ده في التنفيذ يعني. مظبوط، هو ده اللي لازم يواجبه كهربا يواجبه محمد شريف لما يلعب. الحاجات دي كلها بنبقى بالنسبه لنا ايجابيات يعني. هو في لقطه بس كوميدي حصلت في الشوط الثاني، عشان ايه حسين الشحات انفعالاته يعني كشويه يعني يمسك شويه، لان ممكن اي حكم حتى وان اخطا ممكن ينفعل هو نفسه على حسين الشحات، فاقصى حاجه هيديله ايه؟ ممكن يديله كارت اسود، ممكن يديله كارت احمر. ايوه صح، لازم ياخد باله من الحاجات دي. فحسين الشحات لازم ياخد باله من النقطه دي، مهم جدا فعلا الحكم اخطا فيها. وانا بقول اللوم الاكبر يقع على الحكم مش يقع على حامل الراي. ده خطا في القانون، انما الحكم كمان ما كانش مركز. يعني الحكم لو مركز هيقول للاعب انزل نزل الراي واللعب يستأنف او يتلعب عادي، الكره تلعب عادي، انما خطا كبير جدا. وترجع تاني للمنتخب اساسي باذن الله. والحمد لله احنا عدينا من ماتش الكاس ده بخير وبسلام الحمد لله. عقبال الماتش الجاي وعقبال الباقي باذن الله بإذن. وكلنا بنستفاد الماتشات اللي زي دي، كلنا بنستفاد في الراي وفي الشكل وفي التشكيل وفي الاداء وفي كل حاجه. وانا برضو خارجين من معارك يعني، خارج من معركه افريقيا لازم هيبقى في شويه حاجات صغيره كده صحيح، انما اندر كنترول يعني. وبنكسب كل يوم لعيب بيجي النهار، يمكن المورال بتاع الكندوسي ينفرم بقى جوه الحكايه بعد. طبيعي الفريق الافضل حتى من قبل ما يلعب هو عايز يسعى المكسب هو. بس انا عايز اعلق على حاجه بس عشان الموضوع الخطا بتاع الحكم مبدئيا، بس الكوره ما كانتش مؤثره خالص، مش محتاجه كل الانفعال اللي حصل ده خالص. الكوره بقى مش مؤثره، الكوره كمان يعني الكوره حتى لما الواد طلعها نزلت في نص الملعب الواحد من منتخب السويس يعني، انت فاهم، هي مش هو خطا لكن ما اعتقدش ان كانت فيها اي خطوره لينا، فمش لازم الانفعال ده قوي. هو انفعالك بس عشان الهدف متاخر وضربه الجزاء ضاعت، فاهم، فانت
انفعل مضغوط مضغوط اه، لكن هو لا يعني انا شايف الكره عادي خطا. انا طب بتفهم معاك طبعا خطا من الكره دي عليا لو راح بيها على الجون معلش هو كخطا تحكيمي طبعا كارثي كساز جدا طبعا، لكن عدى. المهم النهارده انت عديت من المطب. ايوه برافو عليك صح. يعني انت النهارده عديت من المطب والحمد لله انا عديت منه. جالك المطب ده بدري شويه بعد افريقيا بعد ما خلصت على كسبت الحرس والشكل كان احسن واسهل كمان، لكن ده كان متوقع النهارده ايمن. متوقع ان الفريق اللي مباريات الكاس في 50% صعوبه من قبل ما تلعب في حاجه مش سهله في ماتشات الكاس، على فكره مش في مصر بس في العالم كله. العالم كله مباريات الكاس اختبار تقلق الحاجات دي كلها تقلقك، لكن رغم كل ده يحسب لعيبه النادي الاهلي ان هم بعد ضربه الجزاء لا هو مصمم بالظبط مصمم يجيب الهدف. هو الهدف هيجي بعد مرور الوقت، بس امتى؟ لازم هدوء اعصاب زي الهدوء اللي حصل مع حسين بالظبط. الفرصه دي كانت عايزه هدوء اعصاب خالص، خد وقتك لانك لوحدك تماما وتبدا تتعامل مع الانفراد ده. دي حاجه كويسه تحسب لحسين، بس يعني يشكره ان هو قدر يجاريك في كل ده. هو يعني طلع مش المخزون ده، طلع مخزون المخزون صحيح. عشان في سبب بسيط انت اللي وقعت في نفسك فيه، اخرت الهدف، اخرت الهدف اللي ضيعت 47 دقيقة الشوط الأول ضيعتهم من إيدك، كان لازم يبقى التصرف بسرعة. الأمور هما يعني بص أنا مش بلوم على لعيبة النادي الأهلي، بس يعني هي ما أنت في الآخر أنت بني آدم أيمن. طب قيمة المباراة وقوتها. السلام عليكم متابعي قناة كايرو كورة، كلنا تابعنا مباراة النادي الأهلي النهاردة وحرس الحدود. طبعا الأهلي بيفوز بالثلاثية رقم 13 في من بعد تولي كولر التدريب الفريق الأحمر للنادي الأهلي، الثلاثية رقم 13. قبلها كان في ثلاثيات كتيرة، أولها الاتحاد المنستيري التونسي والترجي التونسي وكذا ثلاثية تانية. طبعا النهاردة شهدت أحداث المباراة، أحداث كانت غريبة جدا. جاء الهدف الأول للنادي الأهلي بتسديدة عكسية لمحمود رمضان بن والي لاعب حرس الحدود، دخلت في شباك مرماه. أعلنت عن الهدف الأول. طبعا الهدف الثاني أسست روعة من محمد مجدي أفشة، أحمد حمدي عبد القادر بيحطها في يمين حارس المرمى. في دقيقة 64 طار محمد طاهر برضو من اسيست رائع من محمد مجدي أفشة، يحطها في شمال حارس المرمى، تخبط في يده ثم تدخل في الشباك، تعلن عن فوز النادي الأهلي بثلاثية نظيفة مقابل لا شيء. كده النادي الأهلي في صدارة المجموعة. طبعا حرس الحدود من الهابطين، اعلن يعني خلاص بشكل نهائي حرس الحدود من الهابطين. الاهلي في صداره المجموعه بعد ما لعب 25 مباراه، فاز 20 تعادل في 5، النقاط 64. طبعا فارق ما بينه وبين بيراميدز نقطه واحده في الصداره، لكن بيراميدز لعب 5 مباريات زياده عن النادي الاهلي. حرس الحدود طبعا في المركز الاخير بعد ما لعب 31 مباراة، خلاص بأكدود خلاص يهبط لدوري الدرجة الثانية. نتمنى طبعا كل التوفيق له وإن شاء الله يقدر يرجع للدوري الممتاز مرة ثانية. كده طبعا النادي الأهلي كنا متخوفين جدا من رجوعه من دوري أبطال أفريقيا، لأن السيناريوهات اللي كانت قديمة كان هو مجرد ما يرجع ب بطولة او سواء كانت اخفاق او فوز يحصل اخفاق في الدوري 3-4 مباريات ورا بعض. ده طبعا ما حصلش مع كولر. كولر رجع تاني للتدوير في ظل ضغط المباريات القادمة. خلاص طبعا الاهلي فاز بالبطولة 11 على الوداد المغربي من قلب كازابلانكا، كانت بطولة صعبة جدا طبعا بعد ما كان الاهلي قاب قوسين او ادنى ان هو يخرج من البطوله، لكن اطهر الطاهر طبعا ده شايلين له جميله مش هنقدر ننساها طول حياتنا بالذات جماهير النادي الاهلي.
اضاع ضربه الجزاء بالنسبه اللي كان محتسبه ليه ضد سان داونز، ودي كانت نقطه تحول بالنسبه للنادي الاهلي. الاهلي طبعا تمسك بالفرصه، جه القاهره طبعا من ضمن الثلاثيات اللي سحقها النادي الاهلي للهلال السوداني 3-0 في القاهره، وتأهل الدور، تأهل الأهلي للدور، دور الأدوار الإقصائية. طبعا قابل الترجي التونسي وأقصاه، وقابل الرجاء المغربي وأقصاه، وقابل الوداد المباراة الأولى 2-1، المباراة الثانية 1-1، وطبعا كده أعلن عن فوز النادي الأهلي بالبطولة 11. كانت بطولة طبعا يعني زيها زي التاسعة بالظبط، رغم ان هي التاسعة اكتر بطولة بيحلف بها جماهير النادي الاهلي ولاعيبة النادي الاهلي، لكن دي ما تفرش خالص عن التاسعة. طبعا خلاص الاهلي رجع للدوري، فضلوا يعني تقريبا 9 مباريات علشان يقدر يحسم الدوري، لكن لسه برضو ما فيش اي حاجة. لما بيراميدز لو بيراميدز تهزم ال4 مباريات اللي جايه نقدر نقول الاهلي بطل الدوري، لكن لسه المنافسه شغاله ما بين الاثنين، رغم ان فرق 5 مباريات ما بين الاثنين، وده فرق كبير جدا. يعني لو الاهلي يعني استغل الفرصه وكسب ال5 مباريات يبقى كده الفرق هيبقى 16 نقطه، يبقى كده نقول الاهلي بطل الدوري رسميا. لكن لحد دلوقتي ما نقدرش نقول اي حاجه غير لما نشوف النادي الاهلي هيعمل ايه في المباريات اللي جايه. يظل التنافس موجود ما بين الاهلي وبيراميدز، طبعا التنافس بعيد جدا ما بين الاهلي وفيوتشر وما بين الاهلي والزمالك. كده نقول ان الاهلي وبيراميدز في دوري ابطال افريقيا، فيوتشر والزمالك في الكونفدراليه الافريقيه. نتمنى كل الفرق، نتمنى كل التوفيق للفرق المصريه، وان شاء الله يقدر النادي الاهلي يحقق الفوز في المباراه المتبقيه علشان نعلن فوز النادي الاهلي رسميا بالدوري العام بعد ما توج بدوري ابطال افريقيا ال11. هننتظر بقى الدوري الجديد اللي هو دوري السوبر الافريقي وكذا دوريات تانية اللي هيشارك فيها النادي الاهلي، طبعا اللي مشرفنا في كل المحافل الدولية، طبعا اللي بيلعب باسم مصر بعد منتخب مصر، وايضا نبارك لمنتخب مصر بالصعود لكأس امم افريقيا اللي هتتلعب في الكوديفوار. إن شاء الله نتمنى كل التوفيق. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.